بما أنه المجتمع كل يوم نكتشف آفة جديدة وآفة داخلة علينا، رأينا أنه أحسن طريقة للقضاء على هذه الآفات أنه نأسس نادي من هذا النوع، لأنه نجح في الطبعة الأولى والطبعة الثانية، درنا اليوم الطبعة الثالثة اللي رانا استحدثنا فيها الكثير والكثير. من بين الشيء اللي استحدثناه فيه أنه راح ننتقلوا بهذا النادي إلى جميع المؤسسات اللي تفتح لنا بيبانها في القطاعات الأخرى. وتم خلق هذه الخلية من أجل تلبية احتياجات شباب الولاية فيما يخص خاصة الوقاية، الإصغاء والوقاية والتحسيس. وكانت عندنا مجموعة أنشطة اللي نظمناها اليوم في افتتاح ما يسمى بنادي الأسرة.